تعرض صبي مصر إلى اعتداء مروع من أحد نجوم الموسم الثالث من برنامج The Voice Kids معاذ عيسى، مما أدى إلى إصابته بكسر في الجمجمة. ونقلت صحيفة الوطن المصرية تفاصيل اعتداء معاذ عيسى، والذي كان أحد مشتركي The Voice Kids، على الصبي حسن شريف علوان، ما أدى إلى خضوع الأخ لعملية جراحية معقدة لإنقاذ حياته. وقالت والدة حسن 15 عاما إن معاذ عيسى ليس صديقا لابنها ولكنه جارهم، وإنهما أحيانا يتواصلان. ساردة ما حدث يوم الاعتداء، قابل معاذ ابن حسن وتلفظ معه ببعض الكلمات محاولا استفزازه، ثم اعتدى عليه بمفتاح على رأسه، ما أدى لكسر في الجمجمة ودخول المفتاح داخل رأسه. وأوضحت الأم أنه تم نقل نجلها إلى المستشفى، مضيفة الإصابة تطلبت إجراء عملية جراحية لنزع المفتاح من رأسه، وهو حاليا في فترة العلاج بعد إجراء العملية. أكدت والدة حسن أن علاج ابنها سيتطلب وقتا طويلا، منوهة مرة أخرى أن ابنها لا تربط أي علاقة بمعاذ، وأن نجله مشهود له بالتفوق في دراسته والأخلاق بين زملائه. وكشفت والدة الصبي المصاب أنها اتخذت الإجراءات القانونية وتقدمت ببلاغ لقسم شرطة حلوان بالواقعة، وأنها حاليا تنتظر التقرير الطبي الذي سيتم تسليمه للنيابة. وأضافت تم تحريز المفتاح لتقديمه للنيابة أيضا. وهذا الطفل معاذ من المعروف عنه أنه يفتعل المشاكل مع زملائه، وأنه يتعالى عليهم بعد مشاركته في برنامج المسابقة الشهير The Voice Kids. وطالبت والدة حسن جهات التحقيق بالحصول على حق ابنها فيما تعرض له من اعتداء، مؤكدة أن الصمت على الحادث يجعله يتكرر مرة أخرى في حق أطفال آخرين. هذا ونشر الإعلامي المصري محمد نشأت صورا توثق إصابة الصبي حسن وصور أشعة لرأسه تظهر دخول المفتاح إلى جمجمته بعد اعتداء معاذ عيسى عليه. وعلق نشأت قائلا: الأخ طالب اللي صرت تحت خالص اسمه معاذ عيسى، وكان من كام سنة ضمن فريق فويس كيدز The Voice Kids، مسك واحد زميله اسمه حسن شريف علوان ودخل مفتاح العربية في رأسه بالكامل، والولد استمر في جراحة لمدة 12 ساعة. وتابع الإعلامي المصيبة: إن أهل الولد البلطجي ولا همهم، بحجة كالعادة إننا نعرف ناس مهمين. أرجو من جميع السادة الصحفيين والإعلاميين الاهتمام، ومن الجميع الشير حق الولد لازم يرجع. ووجه نشأة رسالة إلى أولياء الأمور، قال فيها: ربوا عيالكم، إحنا في بلد قانون ما فيهاش ناس مهمين، إنما فيها كل الناس مهمين. دعواتكم لحسن. وفي وقت قصير قررت نيابة العامة ضبط وإحضار معاذ عيسى بناء على شكوى والد الضحية بتهمة الشروع في قتل زميله الطالب حسن شريف علوان. وشارك معاذ عيسى في الموسم الثالث لبرنامج The Voice Kids، وكان سنه وقتها 13 عاما، ويبلغ معاذ عيسى الآن من العمر 14 عاما ونصف. فتاريخ ميلاده مثل ما هو مدون عبر حسابي على انستغرام هو 29 أكتوبر 2006. وقدم معاذ عيسى في المرحلة الأولى لبرنامج The Voice Kids أغنية عيلتيها يا ولاد الحلال لنجم الغناء الشعبي أحمد عدوية، وانبهرت به الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حينها وتحمست له وقالت: كتير مهضوم وعندك كاريزما، أول ما صرخت حسيت بدي ألف في الكرسي. ولكنه اختار أن ينضم لفريق الفنان محمد حماقي الذي أعجب أيضا بنبرة صوته واختياره الغناء باللون الشعبي. وشارك معاذ عيسى بمرحلة المواجهة مع عمر عادل ومريم حنفي بغناء لما راح الصبر منه للفنانة شريفة فاضل، لكن لم يحرفه الحظ حيث اختار محمد حماقي مع عمر عادل في نهاية مرحلة المواجهة. وبعد خروج معاذ عيسى من The Voice Kids، ظهر في بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ووجه الشكر لعائلته ولجميع من دعمه، خاصة معلمته السابقة بمدرسة رواد المستقبل والتي وجهته للغناء باللون الشعبي. ويقيم معاذ حسن في منطقة حلوان، وكان آخر ظهور له عبر حسابه في انستغرام قبل 9 أيام وتحديدا في 3 يونيو الجاري.